لما تبي تبدع في شيء لازم تتخيله بالأول وتشوفه قدامك. ومع الوقت تجي اللحظة اللي يكبر هالحلم. ولو كان عندك حلم واحد ولا 974 حلم. في يوم من الأيام راح تصير أحلامك حقيقة وتشوفها بعيونك وتفرح فيها من قلبك. مين قال إن الأحلام ما تتحقق؟ استاد 974 يعتبر تجربة فريدة من نوعها من ناحية التصميم ومن ناحية الاستدامة. الاسم مستوحى من الرمز التعريفي للاتصال الدولي لدولة قطر، بالإضافة إلى أن عدد الحاويات المستخدمة في تنفيذ هذا المشروع هي 974 حاوية. نلاحظ يمكن أن استاد 974 كان آخر الاستادات اللي تبدأ في أعمال الإنشاء، وهذا كان بسبب ان احنا استثمرنا في دراسات للوصول للحل الامثل لتنفيذ الاستاد. بحكم استخدام حاويات الشحن البحري والهيكل الحديدي، يعتبر استاد 974 الاستاد الاول من نوعه على مستوى العالم، يكون مطابق لمواصفات ومتطلبات اتحاد دول كرة القدم الفيفا. بدينا في هذا المشروع من البداية، من استلمنا من مؤسسة قطر البترول، فقضينا عمر في هذا المشروع ونفرح إن شاء الله يتم تتويج هذا الاستاد باستضافة مباريات بطولة كأس العرب في نهاية هذا العام إن شاء الله.